الآن من بروكسل ينضم إلينا حسين الوالي الباحث السياسي. أستاذ حسين مساء الخير. 3 أشهر من الجمود في ملف المفاوضات النووية الغربية الإيرانية حتى وصل بوريل إلى طهران، ما الذي حدث في هذه الزيارة؟ هناك فرق نوعي حقيقة في الزيارة. أولا هذه الزيارة تأتي في إطار حقيقة عطاء زخم للمفاوضات النووية الإيرانية التي توقفت، وهذا التوقف كان نهائي من قبل الإيرانيين. هنا نتحدث عن منطق آخر، هو أنه هناك حالة من الامتعاض بعد زيارة جروسي المدير العام للوكالة الطاقة الذرية إلى إسرائيل. يبدو لي بأنه هذه الزيارة تأتي في إطار التوازن، يعني معنى آخر زيارة بوريل هي زيارة ثقيلة من النوع الثقيل، وأيضا هي أخذت الضوء الأخضر من واشنطن بعد العشاء الأخير الذي أبرم هنا وعقد هنا ما بين روبرت مالي المسؤول الملف النووي الإيراني في الخارجية الأمريكية وكذلك السيد بوريل. هنا نتحدث حقيقة عن مجموعة من المعطيات الجديدة ومجموعة من الامتيازات التي ستعطيها واشنطن بطريقة غير مباشرة للإيرانيين حتى أن يكون هناك رغبة بالمجيء للمفاوضات التي ستبدأ في جنيف في القريب العاجل في نهاية المطاف. هل أفهم أن الولايات المتحدة قدمت تنازلات حتى تعود طهران إلى طاولة المفاوضات، خصوصا في موضوع الامتيازات الاقتصادية؟ سمعنا وزير الخارجية الإيراني قبل قليل يتحدث عن ضرورة الحصول على الامتيازات الاقتصادية الكاملة. يبدو هكذا، يعني زيارة من نوع ثقيل لسيد بوريل إلى طهران لا تعني أنها لا تحمل شيء في حقيبته في نهاية المطاف. هو لا يذهب يعني فقط مجرد إقناع الإيرانيين بالعودة إلى المفاوضات أو إلى طاولة الحوار في فيينا، هو بالتالي هو يعطي مجموعة امتيازات ويريد أن يبلغ الإيرانيين بأن واشنطن مستعدة إلى أن ترفع العقوبات بما فيها الحرس الثوري من قائمة العقوبات التي كانت دائما هي نقطة يعني عالقة أمام تقدم المفاوضات، أمام أيضا العودة إلى الملف النووي الإيراني الموقع في عام 2015. يبدو لي بأنه هناك إشارات إيجابية، وهناك أيضا وساطة أوروبية بحجم السيد بوريل تعطي نوعا وزخما أيضا كذلك لمصداقية المفاوضات في نهاية المطاف. وأيضا هناك خوف كبير جدا من قبل الأوروبيين والأمريكيين أن يكون هناك ارتماء إيراني في الأحضان الروسية، لأنه لافروف كان قبل أسبوع تحديدا، وربما سيعطي أيضا لافروف مجموعة من الامتيازات للإيرانيين في ظل حالة صراع موجودة على الجغرافيا الأوروبية فيما يتعلق بالأزمة الروسية الأوكرانية. تحدثت على روسيا، أيضا هناك حديث عن الولايات المتحدة واتصالات مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران في دولة خليجية، هذا ما قاله بوريل حينما زار طهران أيضا. يعني قالوا هذا قبل شهر ونصف، كانت هناك أخبار وتقارير فرنسية تقول بأنه كانت هناك مفاوضات إيرانية أمريكية في عمان تحديدا، في سلطنة عمان التي دائما تحتضن المخارج الدبلوماسية السلمية، ويبدو لي بأنه تأكدت فيما بعد. لكن مع ذلك هذه يعني اللقاء المباشر ما بين طهران وواشنطن لا يعطي الزخم للمفاوضات الملف النووي الإيراني، لأنه الوسيط الرسمي الوحيد المنسق من قبل الولايات المتحدة الأمريكية وكذلك من قبل الروس والألمان والفرنسيين والبريطانيين هم فقط الأوروبيين. يعني الاتحاد الأوروبي هو منسق ووسيط وليس جزء من الملف النووي الإيراني ولا موقع عليه. فهنا نتحدث حقيقة عن رؤية مختلفة تماما. شكرا جزيلا لك حسين الوالي الباحث السياسي من بروكسل. للإضاءة على تفاعلات هذا الملف نتحول إلى مركز العربي لرصد منصات وسائل التواصل الاجتماعي مع زميلة مايا. شكرا لك بدر وأهلا بكم مشاهدينا. سلوك متناقض وأدوات الترهيب والعقوبات ودفعة دبلوماسية كانت مشاهدينا الكلمات المفتاحية لزيارة مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل إلى طهران، والتي أثارت موجة من التفاعلات على الشبكات الرقمية. الكاتب الصحفي لورنس نورمان، وبعد تصريحات بوريل عن العودة إلى المحادثات النووية في دولة خليجية لم يكشف عنها، يقول من حيث الجوهر المحادثات لا تزال حيث كانت، إلا أنه ما يتعلق بكيفية حل المسائل العالقة فإن المحادثات الثنائية التي تتم بوساطة الاتحاد الأوروبي بين إيران والولايات المتحدة هي بالتأكيد تغيير ملحوظ في هذا الملف. رئيس وزارة السويد الأسبق كارل بيلت يقرأ في التحرك الأوروبي دفعة دبلوماسية جادة لإعادة جميع الأطراف إلى الاتفاق النووي في ظل الاهتمام الدولي الكبير بملفات وأزمات أخرى. أما المحلل السياسي حيدر سلمان فيقول في الواقع جميع الأطراف
الأطراف تتوق للعودة إلى الاتفاق النووي، والذي يعني الرقابة الصارمة على البرنامج مقابل رفع العقوبات. لكن معارضة إسرائيل التي تملك لوبيا قويا في الولايات المتحدة يتحكم في الأمور، وليس من السهل عبوره حسب قوله. وفي الختام، الباحث مسعود خوداباندي يقول إن السؤال هو ما إذا كان بايدن حصل على الإذن من إسرائيل لرفع عقوبات سلفه والعودة إلى الاتفاق النووي بعد إعلان إيران استعدادها استئناف المحادثات. وبهذه التغريدة مشاهدينا نكون قد وصلنا إلى ختام هذه الجولة. عودة من جديد إليك بدر.